المغرب بخصوص اللجنه الخاصه بالتربيه والتكوين الى اخره، واللي كان هو سفير فرنسا. ولكن علاش دار ذاك 30 عام؟ علاش؟ مازال انا ما فهمتش والو. علاش يحبس عليهم ديك 30 عام؟ ودابا كاين الناس كيشكيو لله، منهم بنت مسكينه كتسنى يلا وصلت 32 عام صافي قالوا لها ما بقاش عندك الحق. وانا ارجوه ان كان من الممكن ان يراجع هذا القرار. وفي الحقيقه ارجو جلاله المجد، لانه جاتني طلبات بهذا الشيء باش هذه القضيه هذه، لانه دوك اللي فايتين 30 تينجحوا قلال. ولكن هذا باب من الامل ما يزال مفتوحا في وجوههم، فلماذا نغلقه في وجوههم؟ لماذا؟ واش كاين اعتبارات امنيه؟ واش كاين حتى واحد ما فهمتش؟ وهذوك اللي دايرين 30 عام راه كاين فيهم اللي تيكون اللي فايتين 30 عام كيكون حراف التعليم الخصوصي واكتسب التجربه ولا صالح للتعليم ولكن ما. فحنايا ملي جينا الاخوان جينا بهذا الروح، روح ديال المساهمه يعني لانقاذ بلاد في مختلف المجالات. ولهذا احنا كاسلاميين ما علاقتنا بالتقاعد، وما علاقتنا بالمقصه، وما علاقتنا باحتلال الملك العموم، وما علاقتنا بالاضرابات المتكرره، وما علاقتنا هذاك السي احيزون كيعاود لنا واحد النكته عنده واحد الحجام كيمشي يحسن عنده في شارع محمد الخامس. قال لي واحد النهار، قال لي هذاك الحجام واحد راه معاك واحد كنت كتجي توقف هنايا في الباب ديال البرلمان، فين ديتيها؟ فين هو ذاك الرعالة اللي كانوا كيجيو فوق الباب البرلماني؟ ولا كيجيو النقابة ويبداو يغنيو تما كيخليونا أنا بلا نعاس؟ خصكم تفهموا هذا الشيء. المغرب في عهد العدالة والتنمية دار خطوات سياسية جبارة. أنا كنقولها لكم، اللي ما يقول شي حاجة يقولها. خطوات سياسية جبارة. طبيعة الحال لأنه سيدنا، وأنا نقول لكم راه الحمد لله في الغالب الاعم انه سيدنا على الاقل في السياسات كان يعني انسجام يعني تقريبا كامل. ولكن يعني الخطوات السياسيه اللي كانت وكانت جباره هي الاساسيه. ولكننا احنا ما وقفناش عند هذه الخطوات السياسيه في البعض. من اول ما لقيت الاضرابات اللي تيدير الاضراب تيتخلص. وكتعرفوا واحد القضيه تنقولها لكم، ما كتبغيوش التليفون، راه انا انسان بسيط ماشي ذكي بزاف ولا عبقري ولا، انا انسان بسيط. كنقول واحد القضيه، الا ما ندير الاضراب وتخلصني ماشي غنتساءل علاش غندير الاضراب، غنتساءل علاش غنجي نخدم، علاش غنجي نخدم؟ ياك غندير الاضراب وغتخلصني. هاد الشيء الله يكونوا شي وحدين فيهم شي ذكاء خاص اللي يقدروا يقول لك كذا وكذا ويتفلسفوا علينا حتى يفهموا، ما عندكش فهم عليه. انا الا غندير الاضراب ونتخلص ما نجيش. اللي لقيتو يدير الاضراب، واي نقابه واخا يكون عندها 10 ديال الناس دير الاضراب ونتبعها. قلت لهم انا ما يمكنش، هذا الشيء هو اللي ما يمكنش، خص هذاك الشيء اللي كان ديال الاضراب اللي دار الاضراب يقتضى عليه. ناضت الضجه في الحكومه الى اخره، الاخوان ما بغاوش، الاخوان ديالهم ما بغاوش، والوزاره بانهم واش الوزاره بغاو ولا وتشجعوا. كنذكر هنايا السي سهيل اللي عاوني باش نقنع السي بها الله يرحمه، قال له السي بها، لان السي بها ما كانش له بالضبط، كيقول كان شي حتى يدوز القانون، قال له السي بها، قال له السي سهيل، قال له السي بها راه الاضراب سي اون روبتور دو كونترا دو طرافاي. هو قال له سي اون روبتور دو كونترا دو طرافاي، قال له دابا فهمتيني ولا لا؟ وتمايا فاش درنا هذه القضية. ملي جيت الاخوان شكون اللي كان وزير الداخلية ديالي؟ العنصر قال لي السعد الى 52 اسبوع هذه ديال الاضراب، 52 اسبوع في الجماعات المحليه، فهمتيني ولا لا؟ ملي درنا هذا الاضراب دابا ما عمرو وقع اضراب في الجماعات المحليه. انا ماشي كان سعيد باللي ما وقعش الاضراب، علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ الا كان الاضراب عنده مبرر راه الناس غايدير الاضراب، ولكن كانت كتوقع اضرابات بدون مبرر. واش هذه ماشي تنميه؟ ملي يجي واحد الانسان كيصاوب عنده شركه وبغى يليغاليزي توقيع ويلقى الجماعه المحليه ساده ويكون مضطر يتسنى الجمعه ولا الاثنين ولا يعطي 1500 درهم باش يليغاليزيو ليه التوقيع. هي قالوا الناس تيليغاليزيو التوقيعات في القهاوي وفي الديور السي بوانو في الليل في 11 و 12 ديال الليل تيمشيو تيدقوا عليهم تيليغاليزيو التوقيعات ولا تيعطيهم شهاده السكر ولا ما عرفتش تيعطيهم. هذا بوحدو هذا راه كافي، فهمتيني ولا لا؟ لقيت مشكل ديال الناس اللي كيتجمعوا قدام البرلمان، وكانت فيهم مافيا كانت كتقيد
اما لا بدل ما كنعرفش على شنو هرب كيسكتوا على هذا المنكر. كنقول هذا النهار يخرجوا هذا النهار اللي فيه اللي يخرجوا غير يقولوا هادشي تيقول السعدي لا صحيح. بحال دار هذا السيد هذا رحو دابا غادي خصنا نتسناو كيلا تا نموت واحد 5 سنين ولا 10 سنين عاد نشوف واش قالها شي واحد اخر ولا ما قالهاش. فهمتي ولا لا؟ كانوا دايرين المافيا كيسجلوا اللي بغاو ما كيسجلوش اللي بغاو تياخذوا الفلوس باش يديروا في اللائحه باش توظف بناء على ماذا؟ بناء على هذاك اللي جيتي من برا. اغرب دوله في العالم هي الى حتى جيتي توظف باش راه حنا اللي عندنا الاحتجاج العالم العربي حنا اللي عندنا هذا الاحتجاج والدراري ديالنا في الجامعات هادشي اللي تعلموا بداو داك الشيء الدور ديالهم بداو كيحتجوا الاحتجاج كنتسالوش في الجامعه كنتعلم شي حاجه بغير الاحتجاج ديال اش هاد الاحتجاج؟ ما كاينش الاحتجاج قلت لهم انا ما كاينش هادشي كاين كونكور اللي داز الكونكور بارك مسعود اللي ما دازش الكونكور الله يهدي ناضوا ليا جاو لعندي واحد النهار شي 1000 ولا 2000 واحد من البرلمان بحيث باش نخرج الطريق كاع ماشي فهمتيني ولا لا. ومع ذلك قلت لهم انا هادشي هذا بالمناسبة أنا كنتحدى هاد السي خروش اللي يكونوا الناس كيحتجوا ونقف حتى أنا كنت كندوز من هنايا وكنلقى لهم مظاهرات قدام ما كاين حتى واحد فيكم عاقل على هادشي وكنقول لك تنقول للسائق وقف كنقول لك شو بغيتو بكيرة ما تمشوا ذاك الحمارة فهمتيني ولا. وطبعا هذا الشيء كان فيه مخاطرة راه واحد النهار أنا طلعت أنا والسي الوفاء لهذاك المحل الفوق اللي كاين هنايا ديال التعليم وكانوا مجموعين وكون بغاو الدراري يلوحونا من طروزي من دار شكون لاحونا انا دار الوفا قرات تهنى الجميع هذاك الاحتلال ديال الملك العام شكون اللي حيدو هادشي داخل في الدنيا ولا ما داخلش في الدنيا؟ انا سمحوا لي نقول لكم واحد القضيه زيرو الله يسمحوا لكم الحكومه ديالكم شي عاود يقع سمحوا لي انه راه ما عندي انا حتى حاجه ضده يعني كشخص باقي كتعرفوا الانسان هذا راه كانت عندي صداقه معاه قديمه وملي ولا معايا في الحكومه وتكرع عليه بزاف وكان دخل عند سيدنا الى اخره انا قلتها لكم قلتها صراحه راه انا اللي كنت مورا هذاك الوقت ديال التحليه ديال المياه لانه ما كاينش الجرأه باش يعيطوا على سيدنا ويقولوا له على سيدنا كذا وكذا كنعيط على سيدنا نقول له في اي وقت يعني جاني الباب نعيط عليه كنعيط عليه كنقول له على سيدي راه عندنا واحد المشكل ديال الحياه تيقول لي شنو المشكل السيد كذا الله يكون بخير توكل على الله راه كاين شتي هذاك الكهرباء اللي كيبيعوا دابا اللي كان في عروس قبل الدوله راه هذا اللي كان السبب فيه كنعيط على سيدنا نقول له سيدنا دابا راه عندنا بعض الشركات كينتجوا الكهرباء تيكلوا يبيعوه للدوله ولكن القانون لا يسمح ما كاينش سيدنا ما عنده مانع قال لي ما عندي مانع على السن كاين والنهار اللي قلت هذاك السيد في الراب طار بفرحه بطبيعه الحال لانه هو المشكل ديال رئيس الحكومه هو مشكل سياسي الا كنتي انت خايف وما قادرش تتصل بسيدنا وما قادرش تكون واضح معاه وما قادرش اشنو علاش بغيناك كاع رئيس الحكومه هو الدرجه الاولى هو هذا الدور ديالو ماشي رئيس الحكومه غادي يولي كيحكم البلاد حنا ما عندناش هذا النظام واش كيسميوه ميزان كيسميوه الرئاسه لا اللي كيبغي رئيس الحكومه هو البرلمان ما عندناش نظام برلماني عندنا نظام رئاسي الملك هو الرئيس ديال الدوله هو اللي عنده الصلاحيات هو اللي كيحكم العسكر وكيحكم الاوقاف وكيحكم هو اللي رئيس المجلس الوزاري هو رئيس السلطه القضائيه هذا هو الدستور لا كان شي واحد بغى يغير الدستور انا ما عندي مانع انا كنشوف هذه الايامات هذه واحد المجموعه ديال دوك الناس اللي كانوا مسخنين الطرف في 20 فبراير عاود ثاني تيبانوا في التلفزيون كيفهم تيقول كلام نسبيا معقول خلي هذوك يعني شي وحدين اللي حمق فهمتيني ولا كيجي تيقول لك حنا غنغيروا النظام ديال محمد السادس غنغيروا النظام ديال محمد السادس غادي تغير النظام ديال محمد السادس وشكون اللي عطاك بعد الصلاحيات باش تغير النظام ديال محمد السادس؟ اجي خلع المغاربه اجي خلعها اجي خلعنا اجي قول لنا بغيت نغير النظام ديال محمد السادس هاكي غندير هاكي غندير هاكي غندير هاكي الساعه نهضروا معاك ولا دير حزب سياسي وشو جرب راسك شوف شغا تجيب انت انسان كان عندك شي نهار شي سابقه في شي جمعيه ديال القرون الصغرى ولا الكبرى ولا المتوسطه ولا شي ولا شي مجله ولا حنا ما قلنا لك والو ما قلنا عليك انت والو ما قلنا عليك حتى حاجه خايبه ولكن واش انت غير حيت انت بان لك الاصلاح بان لك في راسك ولكن هذاك الاصلاح اللي بان لك راه ماشي هو اللي بغاو المغاربه اذا كنتي باغي شي حاجه بغاوها المغاربه خصك تجي تقولها لهم بالطرق الشرعيه في الاطار